أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد إخوة الإيمان فإن أول ما أوصي به نفسي وإخواني هي تقوى الله العلي العظيم القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته فهي وصية الله للأولين والآخرين إلى يوم الدين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إخوة الإيمان، يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Esclaves d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah. C'est lui qui dit dans son livre honoré: وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. فبدأ الله تعالى في هذه الآية بضرورة توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأن لا يشرك به الإنسان شيئا، لأنه من يشرك بالله كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي كأنما سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا هو جزاء من يشرك بالله. يغفر الله تعالى كل الذنوب ما عدا الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال تعالى بعدما أمرنا بعدم الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمرنا بالإحسان إلى الوالدين كما قال تعالى في سورة الإسراء: وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات. فمن لم يرضى عنه والديه فلا مجال للعمل ولا نفع لعمله الصالح، لأن دخول الجنة يكون برضا الوالدين. فرضا الوالدين من رضا الرب، وسخط الوالدين من سخط الرب. فعليكم إخوة الإيمان بطاعة الوالدين واحترامهما وتبجيلهما. نعم، هي وصية الله لعباده الصالحين. ولقد قرن الله تعالى الإحسان بالوالدين مع طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبالوالدين إحسانا. فقرب مرتبة الإحسان للوالدين إليه سبحانه وتعالى بعد طاعته عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون الإحسان للوالدين لمنزلتهما في الدين. فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أوصى الله تعالى هنا بذي القربى، وبذي القربى والإحسان إليهم يكون بزيارتهم، يكون بصلة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والحديث متفق عليه: فاعمل ما شئت أخي المؤمن، ولكنك إذا قطعت الرحم فإنك لن تدخل الجنة ولن تشم ريحها ولا ريحانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. كذلك أوصى الله عز وجل في هذه الآية باليتامى، فقال عز وجل: وذي القربى واليتامى والمساكين. واليتامى: فمنا من يأكل مال اليتيم ومنا من لا يحسن إلى اليتيم، ذلك الذي يستحق الرأفة والإحسان، ذلك الذي فقد حنان والديه، الذي ينبغي على المجتمع. الدين الإسلامي أوصانا أن نتكافل مع اليتيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرق بينهما. فمن يكفل يتيما فيكون بالقرب من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وربنا عز وجل يقول عن الذين يأكلون أموال اليتامى، قال فيهم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم أوصى الله عز وجل: واليتامى والمساكين وذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب. ولا نكمل الآية ونتوقف هنا، فموضوع حديثنا اليوم هو الجار ذي القربى والجار الجنب. فكيف على المسلم أن يحسن إلى جاره؟ ما هو حق الجار على الجار؟ هذه هي موضوع خطبتنا اليوم. سكسيني في أدعو الله واعبدوا الله ولا تشركوا
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا c'est-à-dire adorer Allah, ne lui donner aucun associé. Faites preuve de bonté envers les parents, envers les proches parents, envers les pauvres, envers les voisins, qui est proche et le voisin qui est loin, envers les compagnons ou proches et envers le voyageur sans moyen. هذا ما أوصانا الله به عز وجل في هذه الآية. Mes frères deux fois. Dans cette aya, Allah تبارك وتعالى a ordonné d'adorer Allah lui seul, de ne pas lui donner d'associé. Dans cette aya, il y a l'ordre d'agir, il y a l'ordre d'agir avec bonté envers les parents, envers les proches parents, d'aider celui qui est pauvre et le voyageur. Qui n'a pas de moyens pour poursuivre son voyage. Akhwat al-Iman, dans cette aya également, il y a une recommandation d'agir en bien envers les voisins. Allah tabaraka wa ta'ala قال والجاري بالقربة والجاري الجنوب. C'est-à-dire, et envers le voisin qui est proche de ton habitation et celui qui est loin. Le messager de Allah a recommandé d'agir en bien avec le voisin. Il a dit, « Man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir, fal yukrim jara. » قال النبي عليه الصلاة والسلام, « اشترط في الإيمان بالله واليوم الآخر. » قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والإيمان كما تحدثنا في جمعات سابقة قلنا أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام ولن يبلغ إليه المرء إلا بعد عمل الصالح وبعد الإتيان بكل أركان الإسلام كما ثبت ذلك في حديث جبريل عليه السلام حين قال حينما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة بشر فسأله عن الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم بعدها قال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره هذه هي مراتب الإيمان فالإيمان أعلى درجة من الإسلام لذلك قيل كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لمساجد الله أغكم دجير أمبيا أبك الوزن إلى ذي سبحانه وتعالى من كان يؤمن بالله إلى ذي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Ce qui signifie celui qui croit en Allah et au jour dernier il agit en bon envers son voisin. Agissez en bon envers votre voisin et recommandez à vos femmes d'agir en bon envers leur voisine. Tout comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé par sa parole, « Ya nisa al-muslimat, la tahqirna jaratu li jaratiha wa law firsa nashar. » Hada al-Nabiyu alayhi salatu wa salam, « Awsa nisa al-muslimat, bi an la tahqira jaratu li jaratiha, wa an yakounu rahama'a fima baynahum. » Il au prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, « Khayru jirani inda Allahi khayruhum li jarihi. » Ce que signifie les meilleurs des voisins selon le jour d'Allah, ce sont les meilleurs envers leurs propres voisins. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله من آمن أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فقال والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن فقال الصحابة من هو يا رسول الله فقال من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بعدم إيمانه مهما أتى من صلاة وزكاة فلو بات شبعانا يوما واحدا ويعلم أن جاره الذي بجنبه أو أمامه بات جائعا تلك الليلة فلن يدخل الجنة وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري هو الله لغي آدي إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إلى دي مون بياني ما غكمون دي إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم Lorsque tu prépares un repas, faisons beaucoup et partagez avec tes voisins. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما
ما يزال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Aujourd'hui, je me recommande ainsi qu'à vous d'agir en bien avec le voisin. Aide-le s'il demande ton aide. Agis avec lui comme tu aimerais que les gens agissent avec toi. Alors, كذلك إخوة الإيمان علينا أن نزور المرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيه العبرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان للنبي عليه الصلاة والسلام جار يهودي وكان يؤذيه. هذا الجار كان دائما يضع القمامة في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وكان يضعها أمام بابه. وفي يوم من الأيام مرض هذا اليهودي فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو واجبنا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه إلى منزله. فلما رآه أسلم لأنه يعلم أنه ما كان يحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يحسن جواره، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل تلك الإساءة بالإحسان. وهذا هو واجب المسلمين. فإذا كان عندك جار يسيئك فالأولى أنك تحسن إليه، وإن كان يحسن إليك فواجب عليك الإحسان إليه، لأن ربنا عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان ليس له جزاء إلا شيء واحد وهو الإحسان. إن أحسن إليك شخص فيجب أن تحسن إليه، وإن أساء إليك فالدين لا يأمر بالإساءة إليه، وإنما الإسلام يأمر بالإحسان إليه. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة، ولنا في الصحابة رضوان الله عليهم العبرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود يسيء إليه وهو كان يحسن إليه، فهذا من آداب حسن الجوار. من خير دفوة ألو غتخبي توا مون فخير خويون ريباري لا ديفيرونت qu'il y a entre toi et ton voisin, car le milieu de nos voisins selon le jugement de Allah, c'est celui qui est le milieu avec son voisin. نعم هذه هي في الآخرة عند الله عز وجل خير الجيران عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله هو خيركم لجاره في الدنيا. ونختم بهذه القصة لسهل الصحابي. سهل رضي الله عنه كان عنده جار مجوسي. فكان ذلك المجوسي في يوم من الأيام دخل من بيت خلائه، من بيت الخلاء أكرمكم الله، دخلت النجاسة إلى بيته. فكان يذهب كل ليلة يذهب لينظف تلك النجاسة، وجاره المجوس لا يعلم. فكان كل يوم ينظف نجاسته، وطالت المدة سنين وسنين حتى إذا مرض سهل دعا ذلك الجار المجوسي وقال له: يا أخي، إن بيت الخلاء إن نجاستك تدخل إلى المنزل، وإنني كل يوم أنظفها لمدة سنين، وها أنا على فراش الموت وأخشى أن ورثتي لا يتحملون ذلك الأذى، لذلك عليك بإصلاحها. فنظر إلى أخلاقه وقال له: صبرت علي طول السنين وأنا لست على دينك. فقال له: فكيف صبرت عني طول السنين تزيل نجاستي وأنا لا أعلم؟ فسكت الصحابي سهل فقال له: والله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك هناك صحابي جليل كان دائما يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم بهذه القصة في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا إلى الحق بإذنه إلى صراط العزيز الحميد. أما بعد، إخوة الإيمان، كان الصحابي أبو دجانة شديد الحرص على الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر جلس كل الصحابة رضوان الله عليهم يسبحون ويذكرون الأذكار بعد الصلاة، إلا أبو دجانة فكان يسرع إلى الدخول إلى المنزل. فتحير النبي عليه الصلاة والسلام من أمره وسأله، فقال له يوما من الأيام لما قام بعد السلام، قال له يا أبا دجانة لما لا تجلس معنا؟ فقال له يا رسول الله، إن لي جارا يهودي، وإن له نخلة، وتلك النخلة تطل على منزلي، وإن فيها تمرا، وذلك التمر كل يوم إذا هب الريح سقط في فناء المنزل، فأسرع قبل أن يقوم أولادي لجمع ذلك التمر وأعيده إلى ذلك الجار. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان هذا الصحابي يسلم مباشرة بعد السلام يذهب إلى المنزل، وقال له يا رسول الله، والله إن ابني وجدته يوما قد قام قبلي، فوجدت حبة التمر في فمه فنزعتها، خشيت أن ألقى الله وقد سرقت منه تمرة من ذلك الجار. فأمر عثمان بن عفان، فلما سمع عثمان بن عفان بقصة هذا الصحابي أبو دجانة ذهب معه إلى جاره اليهودي واشترى تلك النخلة من ذلك اليهودي، وقال له من الآن أولادك يأكلون منها حلالا. هذه هي العبرة إخوة الإيمان، هذه هي العبرة من حسن الجوار. وحسن الجوار لا يعني أن يكون جارك مسلما أو يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا، إنما حسن الجوار يكون مهما كانت ملته، فيجب أن تحسن إليه، ويجب أن تسعى إلى فعل الخير له، ويجب أن تعينه، ويجب أن تحزن لحزنه وأن تفرح لفرحه، فهذه من أخلاق الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا الأمثلة، وهذه الأمثلة التي ذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابي لم تكن مع مسلم أخاه مسلم، وإنما كانت مع اليهودي وكانت مع المجوسي، فقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أحسن الأمثلة ولنا فيهم القدوة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. هذا، واعلموا أن الله تعالى أمركم في محكم تنزيله فقال، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Avant je commence, il y a un frère du monde du Ham, il est malade, il est dans l'hôpital. دومون دعاء نسأل الله تعالى أن يشفيه اللهم اشفيه يا رب العالمين اللهم كما شفيت عبدك ونبيك أيوب من كل داء فاشفيه يا رب العالمين من هذا البلاء اللهم اشفيه يا رب العالمين ورده إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين اللهم رب الباس اذهب اللهم رب الناس اذهب الباس اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه يا رب العالمين واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين كذلك le prochain vendredi, Inch'Allah, la prière, ça sera 13h pile, on commence, Inch'Allah, le discours de vendredi. Prochain, après donc, le décalage de l'heure, Inch'Allah, al-Jumu'a al-Qalima, Inch'Allah, as-salat takoum ala al-wahida tamaman. Ba'da taghyir, as-salat takoum ala al-wahida tamaman, Inch'Allah, al-Jumu'a al-Qalima. Stawu istaqimu, yarhamukum Allah, haadu bayna al-manakib wal-aqdam, suddu al-khalal, istawu, yarhamukum Allah. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وجنود
ثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.